معكم خبر مشاهدينا أنه ذخائر القديس دومينيك سافيو موجودة بكنيسة سيدة المعونات بزوق مكايل ابتداء من 6 أيار ل 7 أيار اللي بيحب يتبرك. كلنا بنعرف أنه القداسة مش حكر على حدا، حتى الأطفال بيقدروا يصيروا قديسين. عمره 14 ل 15 سنة صار قديس وشفيع لكتار، شفيع للأمهات اللي بدهم يجيبوا أولاد، وشفيع للشبيبة، وشفيع لكل الأشخاص يلي بيخدموا المذبح، خاصة جماعة خدمة المذبح برعاية سيدة المعونات زو مكايل يلي جاي المسؤول عنا شربل أبي هاشم ضيفنا يخبرنا عن الاحتفال بعيد القديس بعيد بهالذكرى إذا فينا نقول بستة أيار وبعيد الجماعة الخمسة وثلاثين. أهلا وسهلا فيك شربل. مرسي مرسي لاستقبالكم وتحية لكل المشاهدين. شربل خبرنا شوي عن هيدا النشاط، خبرنا عن الجماعة كيف نشأت بالبداية، شو هي الشرارة اللي نشأت من خلال هيدا الجماعة، شو بتعملوا بهيدا النشاط حتى نحكي بالتفاصيل. مثل ما ذكرت حضرتك أول شيء نحن هيدي سنتنا الخمسة وثلاثين، تأسسنا سنة 1988 على إيد الخوري إلي ضو، أكيد بنوجه له تحية. إجت الفكرة من برا من فرنسا يعني تحديدا، أنه ليش ما بيكون في أشخاص مكرسين هن يكونوا عم بيخدموا المذبح، هن يكونوا شغلتهم خدمة كل الأمور الليتورجية، كل شيء خاصه بالمذبح هن يكونوا عم بيساعدوه لهيدا الخوري. فنشأت هيدي الفرقة وكان بتضم عدد من شبيبة الضيعة يعني بالأول، وبلشت تكبر الحمد لله. من 35 سنة لهلأ صرنا تقريبا من ضم فوق 670 شخص، يعني إن كان بين قدامة وحتى كمان بين أعضاء حاليين، نحن تقريبا هلأ بين 120 و 150 شخص منتسبين إلى الفرقة ومنخدم أكيد بالأداديس. ليش منعيد عيدنا نهار هيدا العيد؟ مثل ما ذكرتي كمان حضرتك شفيعنا القديس دومينيكو سافيو يلي هو اول شخص كان هيك همه الاول انه يخدم المذبح ويكون عم بيكرم خاصة العذراء يلي نحن كمان برعايتها برعاية سيدة المعونات، حب هو يكرمها بمحل معين وحب هو يكون عم بيقدم حياته كلها بدل ما تروح على الطيش تروح على لعند الله. فعيدنا ال 35 نحن هيدا ايفن ما يعني بنحضر له كل سنه عيد الفرقه، وخاصه هيدي السنه انه قدرنا نجيب زخاير هيدا القديس على لبنان. كيف قدرتوا تجيبوها؟ مع مين تم التعاون عندك؟ تواصلنا مع كذا جهه معنيه وقدروا يكونوا هن عم بيامنوا لنا اياهم من برا. وصلوا على لبنان اذا الله راد رح يوصلوا بسته وسبعه الشهر. الدعوه عامه للكل، رح يترأس القديس سياده المطران بولس روحانا النائب البطريرك العام على نيابه صربا اللي بنشكره ونوجه له تحيه سلف. هيدا واكيد لكل الاشخاص اللي بتحبوا لدومينيكو سافيو وحابه تتبرك منه لدومينيكو سافيو، هيدي فرصه اكيد ما بتنعاد، ان شاء الله اكيد بتنعاد بس بعتقد بدها شوية وقت ترجع تنعاد. كتير حلو كتير حلو. أصلا وجود سيادة المطران بولس روحانا يؤكد أهمية هالمناسبة والذخائر بشكل خاص، مش بس العالم تجي بتتبرك منها كمان بيجوا بيتعرفوا على هالجماعة يلي تخدم المذبح. كتير حلو أنه نعرف أنه مش مين مكان بيقدر يفوت يخدم داخل المذبح قدام الإربان المقدس يلي كان كتير كتير يعني له للقديس دومينيكو سافيو، وهالعلاقة الطيبة بينه وبين ربنا يلي قدر ينقلها للآخر. أنتوا كجماعة هل تتمثلون فيه؟ يعني بتقدروا من خلالكم كجماعة تتعاطوا مع الآخر على ضوء شفيعكم القديس دومينيكو سافيو؟ نحن بكل نشاطاتنا مثل ما ذكرت بالأول أنه تعرفوا العالم أنه عن جد مش مين ما كان قادر يكون عم بيخدم القديس أو حتى كمان كل الرتب الليتورجية. نحن عنا تقريبا حوالي 50 منتسب جديد هيدي السنة، يعني نحن بكل عيد لقلنا بينتسب وبيرتسم دفعة جديدة من الأشخاص المنتسبين، لأن هيدي السنة نحن تقريبا فيت 50 منتسب جديد. شو هي الشروط لينتسب إلى هالجماعة؟ الالتزام، مثل ما كان دومينيكو سافيو ملتزم بخدمة القداس نحن كمان لازم يكون ملتزم أكيد ضمن القانون تبعنا 6 شهور أقله ملتزم بخدمة القداس وبالنشاطات تبعنا يلي كتيرة نحن بنعملها، مش بس تقتصر نحن نشاطاتنا على خدمة القداس، وأنا كمان عنا اجتماعات أسبوعية، عنا كمان نشاطات اجتماعية بزمن الصوم نحن بنعمل كات بنجمع فيها مواد غذائية تنقدر نكون عم نساعد بمحل معين لجنة المحبة بالرعية، ونقدر كمان نكون عم نساعد العيال يلي يمكن في منهم كمان معنا بالفرقة صاروا بحاجة من وراء هدول الأوضاع الصعبة.
كمان هلا الاكتيفيتيز الاجتماعيه اكثر شيء صاروا هلا بياخذوا شوي من وقتنا، كمان نشاطات ترفيهيه، نشاطات روحيه، مخيمات، رحلات، يعني اذا بدك كل شيء قادرين نخفف عنه للولد، وخاصه هلا ان كان ولد او كمان شبيبه، لانه نحن العمر ببلش من 7 سنين لا متناهي. يعني نحن في معنا شخص بنوجه له تحيه، بيير نخول، له 33 سنه بفرقه خدمه المذبح، يعني له 33 سنه بيخدم تقريبا من عمر الفرقه. ف خدمتنا ما بتوقف هون، نحن دائما بحياته لدومينيكو سافيو. والشعار اللي نحن بنختاره كل سنه، نحن هيدي السنه اخترنا شعار ايماني فيك كبير. حلو. يعني قديش الامور مرتبطه بدومينيكو، قديش كان دومينيكو كمان ايمانه كبير بالله، بالعذراء، بحاله حتى كمان، وبدون بوسكو. دون بوسكو استاذه لدومينيكو سافيو القديس كمان، يلي انا بقول مش صدفه انه يكون بايطاليا عندهم دون بوسكو ودومينيكو، نحن عندنا بلبنان عندنا ديسنا عم طلع ومار شربل، يعني لانيتهم كانوا استاذه وتلميذه. دائما شو ما كانوا نشاطاتنا، شو ما كان هذا هدفنا، بس على طول نتعمق بحياته لدومينيكو، نشوف دومينيكو كيف تصرف، رغم انه كان يمكن على هيدا الارض بفتره كثير قصيره من الوقت، ولكن كانت مثمره هيدي الفتره. وانتم كمان بنشاطكم على الارض عم تكونوا مثمرين نظرا للخدمات اللي عم بتقدموها والنشاطات اللي عم بتقوموا فيها. طيب المكرس شو بيصير، يعني شو اللي بيخليه يصير مختلف عن غيره؟ هل بس يطلع من القداس بيرجع بعيش حياته بشكل طبيعي، ولا بحس حاله هيك متاثر بتعاليم الجماعة وعم ينقلها لعائلته ولمحيطه؟ المكرس والغير مكرس كلهم بينقلوا تعاليم الجماعة، لأنه نحن كمان هدفنا البشارة بمحل معين. نحن مثل ما ربنا بعتنا اذهبوا بسلام، بنذهب نحن وعن جد بنكون هدفنا البشارة. نحن اللي بيفرق أنه الشخص المكرس عنا، نحن في عنا كذا رتبة، يعني ببلش enfant de coeur اللي هو الرتبة الأولى، يلي مين ما كان منتسب جديد بياخدها. بيرجع بنطلع بريكلير، كلير وغران كلير. غران كلير اللي هي يعني إذا بدك 18 سنة وما فوق. هيدول الأربع رتب يلي نحن عنا إياهن، بتصير تكبر المسؤولية معنا. يعني هذا اللي بدي أسأله، أنه كل ما واحد عالي رتبة شو بتصير مسؤوليته الأكبر؟ دايما مسؤوليتنا الأكبر هي البشارة. أكيد كل واحد يمكن بيختلف عن بشارته، بتختلف عن التاني، ولكن كلنا سوا هدفنا واحد، اللي هو نقدر نشد هالعالم على الكنيسة. لأنه للأسف يعني من بعد سنتين من كورونا وتسكير الكنيسة وهيك، كتير عم بتشوف انه بمحل معين كان في مثل ازيتاسيون للعالم انه تجي على الكنيسة. فنحن هيدا هدفنا، نردهم لهيدول العالم يلي كانوا ملتزمين قبل كورونا، وحتى كمان نشد عالم جديدة على الكنيسة من خلال خدمتنا، من خلال حكينا، وقفتنا، لبسنا، لأنه نحن أكيد بنلبس الثوب الأبيض، ولكن حتى وقفتنا بتأثر كتير. نحن أقرب عالم على المسبح، يعني هذا البريفيليج اللي نحن عنا إياه كتير مهم نحن نعرفه، أنه نحن عن جد أقرب عالم على القربان من بعد الكاهن. فخدمتنا كتير مهمة، خاصة يقدروا هيدول العالم اللي يكونوا عم يشاركوا بالقداس يعرفوا يصلوا، مش يكونوا جايين، لأنه في كتير عالم للأسف تجي لأنه هي مجبورة تجي، بس لا، وقت تشوف هيدي الخدمة الحلوة، وقت تشوفنا نحن هيك بهيدي البرزنتاسيون الحلوة، تنشد أكتر. إذا كان حدا منكم مارق بظروف صعبة أو جاي غضبان، هل بتقدروا يعني تتلقفوا هالشي، تقدروا أنتوا يعني تسحبوا منه فتيل الغضب حتى يقدر يكون عن جد مؤهل أنه يخدم المذبح؟ دومينيكو بيقول صديقاي هما يسوع والعذراء. نحن علاقتنا بتتخطى انه نحن بس فرقه، نحن عائله. حلو. يعني هيدا حيالله منتسب او حيالله شخص بحاجه لحدا يكون واقف حده، بحاجه لحدا يكون عم بيسمع له. نفرح مع فرح غيرنا ومنزعل مع زعل غيرنا، وبنكون دائما هيدا العائله الصغيره يلي دائما واقفه حد بعضها، دائما عايشه هيدا الجو، الالفه، جو المحبه، مثل ما كان دومينيكو يعيش. يعني بخبره انه دومينيكو بمحل معين بحياته كان يضحي،
كان يحب حتى رفقاته، يعني اذا بنحضر الموفي تبعه بنشوف انه بمحل معين رفقاته كانوا يتنمروا عليه وكانوا يسببوا له بالقصاصات، ولكن كان يتقبل هالشي صحيح بكل روح وكان طيبة يسامح، مثل هذا ما اهم سامح شيء. يسوع على الصليب. بالفعل خلينا نذكر المشاهدين يلي بحب يكون موجود معكم بعيد الجماعه ال 35 برعايه سيده المعونات ذو مكايل مطرح ما موجوده ذخائر القديس دومينيكو سافيو ب 6 ايار سبعة. نهار السبت و7 ايار، ولكن الاحتفال هو ب 6 ايار الساعه 6 عشيه. صحيح. يلي بحبوا ينضموا لكم يكونوا كتار حتى انتم كمان تستقبلون وتخدموا القداس اللي رح يكون في قداس بعدين. صحيح، نحن رح يكون في القداس، بالقداس بفوتوا الذخائر، بيبقوا الذخائر لنهار الاحد اذا الله راد عشيه كمان على الساعه 6 بيرجعوا بيروحوا. خلال هذا القداس مثل ما قلنا رح يصير في انتساب لدفعه جديده من الاشخاص، رح يحتفل بالقداس سياده المطران بولس روحانا واكيد لفيف من الكهنه معه، واكيد نحن ناطرين كل الاشخاص اللي حابه تتبارك من ذخائر دومينيكو سافيو بتحبه لدومينيكو، لانه عن جد صدقيني اكتشفت كثير اشخاص بحبوه لدومينيكو وحابين يكونوا موجودين. ان شاء الله بيكونوا كتار وعقبال 100 سنه. شربل ابي هاشم مسؤول جماعه خدمه المذبح برعايه سيده المعونات ذو مكايل، شكرا لك ببركه القديس دومينيكو سافيو، ان شاء الله بيكون هالنشاط رائع. ميرسي. أصدقائي المشاهدين هلأ شوفوا ما أهضم هالكلب الصغير يلي جايبته كاريل بفقرة